أولاً أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، عندهم عدة استعداد لقتال الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد كانوا فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين، فلا يجوز القتال بهذه الحال، لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة، تسلط الكفار على المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة مقتصراً على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤذون ويضايقون ولم يؤمر بالجهاد، بل الله أمرهم بكف أيديهم، أمرهم بكف أيديهم وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. فلما هاجروا، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، في مكة أمروا بكف أيديهم، لكن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وانتشر الإسلام وكان للمسلمين قوة، أمره الله بالجهاد، أمر الله رسوله بالجهاد، لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد. وهذا ليس خاصاً بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان، إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، إذا كان ما عندهم قوة يبقون على الدعوة، وأما الجهاد فيؤجلونه إلى القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لا تسلط عليهم الكفار، تغلبوا عليهم. هذه ناحية، أن يكون في المسلمين قوة واستعداد للجهاد.